السلطة دايرة خدمتها، رجال الأعوان الخدمة ديالهم ما مكملينهاش مزيان، كيف ما قالوا لك الإخوان دابا أخي، حنا دابا بالنسبة للدار عندنا خمسة العائلات، كله ما حالو، كله وليداتو، جيت عندهم بغيت نتقيد أنا قال لي قفل الدار، ولكن أنا بالنسبة كاينين حنا خمسة الناس، عندي أخ معاق، أنا بالنسبة لي عندي وليدات، الأخ ديالي عندي وليدات، حنايا خلاو لينا الوالدين، حتى السكنة ما عندناش فين نسكنوا، خلي لينا الدار ساكنين فيها، ما خدينا حتى قفة، تقول ما خدينا حتى قفة، ملي قفة تعطاو المعرفة الفاميليا، عندك شي فاميليا، كتعرف شي واحد، أصدقاء ديولك، نسابك. يتشد القفة، أما بالنسبة للغلبة وأغلبيتنا ما خداوش قفة، كذب عليك كذاب، الناس مهمشين، خداو لاكارت، قيدوا لي سيري، قيدوا لي نيميغو، ما عطوناش. أنا خويا من ساكنة قرية شمش وسميتي نجات، هاد الناس هادو جاو أكثر من ربعة المرات هما كيقيدونا وما كيجيبوا لنا والو، وعود كاذبة، ما كاينة حتى شي حاجة غير وعود كاذبة، أنا مرا رجالة 14 عام وعندي ثلاثة الوليدات، عمر شي واحد ما تفكرني بشي حاجة. تيشدوا من عندي لاكارت تيقيدوني تيقول لي صافي غنعطوك تيدوا لاكارت ما تيجيبوا لنا والو من يبدا الحجر الصحي 60 يوم دابا غاديين حنا فيها عمر شي واحد ما دخل عليا ربطه النعناع للدار وعندي الوليدات وتمشي شخصيا توقف عليهم تعطيهم لاكارت تقول لهم قيدوني تيقول لي صافي راكي مسجله وما تيجيبوا لي حتى شي حاجه حتى شي حاجه وعندي امراه عامية مسنه في الدار حتى شي واحد ما تيعطيها شي حاجه تتشري الدواء تتشري التقطيره وتتشري الدواء عندها المرض وتا شي واحد ما تيحل فيها عمر مدخل معايا تشوفه في البيت ديالها عامية ما تتشوفش عمر شي واحد ما جاب لها شي معاونة وعطاها لها تفرقوا كتفرقوا بالليل تتفرقوا بالليل واش كاين شي معاونة كتجي بالليل وكتفرق بالليل راه مستحيل وحنا اللي تيقيدونا ما تيجوش عندنا معاونة تفرق بنهار كلشي يشوف وهاد لاكارت علاش كيشدوها لينا علاش كيشدوا لنا لاكارت وما كيجيبوا لنا والو من نعرفوا لاكارت ديالنا علاش كياخذوها واش كاين شي معاونة كتجي على شهر ونص من ابتداء من حجر الصحي فاش بدا عمر شي واحد ما تفكرنا انا رجاله من حقي نشد وما جابوا لنا المعاونه ديال سيدنا الله ينصره هو اللي عاطيها لنا هو اللي مخرجها لنا ولكن الناس اللي مسؤولين مكلفين بها ما دايرينش خدمتهم